شفتهالكوا زي البفته البيضاء. زي البفته البيضاء؟ يعني ايه يعني؟ يعني زي ما اتصبت زي ما اتفضلت، واحدة من واحد وانت بتفهم. افهم من كده ان انتوا اصطلحتوا يعني؟ اتصالحنا تمام التمام وما يهونش علينا زعلك. خلاص يا اخويا خد امضي منك روح ويلا قويلا. يلا بقى يا حب. امضي. عد بقى الجمايل دي يلا. جمايل ايه يا عيلة الرجال انت؟ يعني عشان ما يبقاش في كتابة محضر وترحيلات وعرض على النيابة وحاجات كده يعني. مش عايزين منكم جمال معفنة، يلا هونا بقى. وانت؟ اسمع يا جدع، استنى اخوه بره يا جدع، تعالى بس اقعد في الهواء. مش فاهم. يا جدع خلاص الواد فهم هيعمل ايه وكله هيبقى تمام، كلها ساعتين وهيبقى اوكي خلاص. ومخدرات يا شباب. يا عم انت هتلغي وتطير لنا الدماغ اللي عملناه في الحجز ولا ايه؟ اسمع بقى انت وهو، انا عادل باشا بيترجاني عشان يفتح محضر لسرقة ورشة ابويا. عادل باشا؟ عادل باشا اخويا، تعمل لي فيها غيبوبه هتقل معايا في اخويا، هقل معاك في حياتكم. جرى ايه يا عم القبضاي؟ قلت لك خلاص الواد هيرجع كليته وهيبقى تمام التمام. اديني قدمت لك السبت، قدم انت الاسبوع كله، قدم بقى يلا. كلمني هنا في ايه يا حبيبتي؟ ما احنا خلصنا كل الكلام جوه، ومتهيألي فهمتني كويس واطمنتي، بعرف ان مش هاخدر بيكي. لا بقى بصراحه يا صالح، انا مش هطمن غير لما تكتب كتابك عليا زي ما وعدتني قبل ما تسافر. يخرب بيتك على الصبح يا بنتي، ما انا قلت لك اول بس ما اسافر واستقر والدنيا تمشي معايا شويه هبعت لابويا توكيل يتجوزك وابعتك ليا. بعدين من عرفتك انا مش هرجع هنا تاني غير لما ابويا يموت عشان اورث يعني واخلص. طب وانت هتسافر امتى يا صالح؟ ولا اعرف يا بنتي، انا اديت الراجل الجواز والفلوس ومستني يديني التاشيره، بس قولي اسبوع 10 ايام بره مصر. صحتها لا بنت اجيبك تتجوز ونتجوز تعيشي معايا عمي. يا نهار اسود، يا لهوي انا طلعك هنا يا واد انت. يا لهوي ايه يا فهمك ايه انت تخرس خالص، انت ليك عين تتكلم فانت راجع. يا لهوي تدخلوني يا بنت، بطلي فضايح، ده كان جاي والله جايب لي شويه حاجات كنت طالبها منه. يا حاج لطفي يا لهوي اهدي بس، والنبي اهدي والنبي اهدي عشان خاطري. انت تخشي جوه بدل ما اقطع وشك. يا لهوي تدخليني يا بنت. يا بصرتي والله لا انا ابوكي. يا بصرتي يا بنت انت بتهرب يا نجم، والله لا انزل لابوك واقول له. الحمد لله على سلامتك يا دنيا، وحشتني قوي. عملوا فيك يا حبيبي؟ بهدلوك؟ قول له احكي لي عملوا فيك ايه؟ ما خلاص بقى يا اما، ما الراجل قدامك زي الفل اهو. ايه يا حاجه دعاء الكرواني اللي احنا فيه دوت؟ ما يصحش كده، الحمد لله ان وليد رجع بالسلامه يا حاجه. وبعدين بقى خليه كده يقوم يستحم وياخد دش حلو وينسى اللي شافه ويتعشى عشوه حلوه ترم عظمه. ايوه يا ابني ايوه. طيب شكلينا يا رجاله. ايه ده ايه ده ايه ده بقى؟ مش دي ريحه فراخ محمره ورز مفلفل؟ الله يبارك لك، شويه بتنجان مقلي كمان. دقيقه وحضر الوقت. راح فين بس؟ تعالي اقعدي هنا، نازلين على طول احنا. ما يصحش كده يا زيزو، طب عشان خاطر الرجال اهي الحاجه حلفت، ما يصحش بقى تنزل الحلفان يا زيزو، انت بخيل ولا ايه؟ عشان خاطر باب اللي ساح ده، ده كل مع بعض. طب انا هقوم انا بقى رايح شويه. لا يا ابني لا، انت تاخد دش وتتعشى مع الرجال ده، انت وشك بقى زي اللقمه. لا لا ماليش نفس، انا جعان نوم. يلا نحضر العشاء. ما تنسوني بقى وتسيبونا انساكم بعد اللي عملته فيا، وخليت لوستا بتاعي يفتح عليها بطوته ويتزا العيش والبلح والصحوبية. يعني هتعمل ايه يا بكرو؟ هترش زيت وسخ نتزعلع فيه يعني؟ صبرو ايه يا بكرو؟ ولا ايه ده انت وهو؟ اعمل ايه بس عشان تحلوا عن قفايا وتسيبونا ناكل عيش؟ اقول لك يا زيزو، اللي عملته معانا ده ما يطلعش من الجمجمه ولا بالطبل البلدي. شوف المصيبة اللي جات لي من ورا ابنا، هو فين؟ اوعى تخبوه، لسه نازل قدامي دلوقتي. مش عارفك انه هو، هدخل بيتكم يعمل ايه؟ انا ماسكاه بايدي وهرب مني من الشقة، بيستغفلوني دارين على حل شعرهم. حاسبي بس من غير غلط. غلط؟ هو اخوكي خلى فيها غلط؟ انا سامعاه معاها في اوضتها، وعلى ما خرجت من اوضتي كان طلع بره الشقة. انت فين يا قليل ادب؟ يا اللي اسمك صالح، لو راجل تطلع لي. وطي صوتك وانا هجيب لك حقك. اذا ما اتصرفتش انا هبلغ عنه واحمي اختي، لو ايه كمان هوديها عند الدكتوره اطمن عليها لحسن يكون بينهم. حاسبي على كلامك وشوف انت بتقولي ايه. يعني مش عايزين تقولوا هو فين؟ طب اهدي بس. ايه ده ايه ده الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ اهو شفتي كان نايم ولسه خارج من اوضته، حرام اللي افترى. هو ايه اللي كان نايم؟ هو في مين دي اصلا؟ انت تستعبط على مين يا واد انت؟
انت يا ولا، لو ما حدش عارف يلمك انا بقى هعرف اتصرف معاك كويس قوي. ايه يا ست انت كمان مالك؟ بتقول انك كنت عند هاله في اوضتها. قالت مين يا بنتي؟ دول ما لهمش غير في رامي البلد. يلا يا بنت انت امشي من هنا. يلا انت راجل؟ لا عامل لي راجل قوي يا اخويا. ودي بتعمل ايه على سرير اختي يا حاج؟ محفظتي دي يا صالح؟ محفظتي بقى ما شبهها ما معرفش. اه هي محفظتي. ايه المشكله يعني؟ مش انا عبد العزيز كله عارف البت دي مش مظبوطه. الكلام ما منوش فايده دلوقتي يا حاج. انا الصبح هودي البت للدكتور، ولو كان فيها اي حاجه انا هبلغ عنه وهجيبكم شهود من غير سلام. حسبي الله يا ملوك. حسبي الله يا ملوك. بص بقى يا اخويا، انت وهو التسجيل بتاعكوا تحت ايدي، وانت عارف وهو عارف، ولو كنت عايز اعمل بيه حاجه كنت عملت بيه محضر عند عادل بيه. بس انا بقى انا اقول لك ما عملتش كده ليه يا ابضاي؟ قول يا ترماي. انت لو تنتقم من قنديل والشرشابي، وبلاش تنكر يا عمنا، لان دي مساله واضحه زي الشمس. انت سايب ورشه ابوك مقفوله ورايح تتدحلف في زواريق قنديل، قريبتك جايبك من المخزن هناك. قول ان انا هرشك وانا صدقك. طبعا هيأنكر يا اسطى. يعني ايه هيأنكر؟ ومش عرفني بقى انت اللي قايلها. انا ما عارفهاش كيف عبد العزيز يدخل السبب الدور علينا كده. عبد العزيز عارف كويس بيعمل ايه. عارف ايه وما عارفش ايه؟ هما دول اللي حطوا لولدك الحشيش في الكتاب وكانوا هيودوه ورا الشمس. مستني ايه عاد عشان يكسر راسهم؟ ما دام جابهم يا حد هنا يبقى ناوي يكسر سمهم عشان يعرف يشتغل في شارع عبد العزيز. اللي عارفه ان اللي يرشني بالميه هرشه بالدم، لسان في خاف ما يختشيش. الكلام ده عندكم في البلد هناك، انما هنا الناس بياخدوا بعضهم على عيبهم. واللي ما تحتاجيش وشه النهارده بكره تحتاج القفايا. اشجار عبد العزيز عايز الوكل. ياما حاضر يا عبد العزيز. شهيه مطرح ما يسري يهري، ان شاء الله يدفعوه قبل طلوع النهار يا رب. يا بنت قدام مش طايقاهم كده، شهيلي بقى عشان يدفعوا يمشوا. يلا خلاص خلصتهم. بقول لكم ايه بقى، ما نجيب من الاخر ونشتغل مع بعض، هتبقى المصلحه واحده حبايب وصحاب. يا حبيبنا ما احنا جايينك عشان كده. عشان المصلحة جاهزة ومستنية قلبك الجامد. مصالحك كلها شمال يا شبرو. أنا بصراحة ربنا كده مش عايز أضيع مستقبلي ومستقبل الناس اللي في رقبتي. مع إنك رايح شمال الشمال مع سبق الإصرار والترصد. دخولك في زواريق قنديل شمال الشمال وفي السليم المعوج يا اسطى. أنا مش هخرب عليك واعتبرني فيها، لو ليها فيها مصلحة أنا هساعدك. ما تستغربش يا زيزو. زمان أنا كنت ضد أبوك وسرقت ورشته لأن كان ليا فيها مصلحة. النهاردة لو مصلحت معاك ضد قنديل أنا همشي فيها. أنا كده شبرو خدام الجنيه، فتى مات قلبه وعاش عبدا لنزواته. أنا كمان عبدا لنزواته. وابنك سعيد يا اسطى. قصدي يعني إن المصلحة دي هتكفيك وتكفي بيتك. اللي خلاك تعمل كده مع ابن عزيزه؟ مع انك عارف اللي كرهك فيا وتتمنى لهم الموت. مش عارف اصلا. والله ما عارف. الواد ابنك ده زي القمر، حتى وهو مسخسخ ومتدهول وعيان. خساره فيك. ما شيلته كده صعب عليا، رحت واخده على المستشفى على طول. الا من حقه هو عامل ايه؟ بقالي كتير ما شفتوش يا عزيزه. نفسي اشوفه وابوسه واخده في حضني واطبطب عليه. زيزو اللي عملته مع ابني ده على قد ما كبرك في نظري على قد ما ضايقني منك يا جدع. والله وتضايق مني ليه يا اخي؟ لان اللي عملته مع ابني ده خلاني عرفت ان الراجل مش هو بس اللي يتجوز عشان يخلف، لا الراجل هو اللي يعمل اللي انا مش قادر اعمله. أنا عايز فلوس يا جدع ونفسي أشوفهم. لا إله إلا الله. لما حبساجي خير يا صحيح وبتعرف تعيط أهو زي البني آدمين. خد يا اسطى. خد يا اسطى. إيه دول يا زيزو؟
مش عشانك، عشان الواد سعيد، وانا ان شاء الله ازوره واجيب له حاجه حلوه كمان. خلي فلوسك معاك يا جدع. يا جدع خد، بقول لك مش عشانك. الله يا جدع، انت بتعاملني كده ليه يا جدع؟ حرام عليك بقى، انت بتعاملني كده ليه يا زيزو؟ انت عايز تكسر عيني وتجيب مراخير الارض. صلى على النبي يا اسطى، خد الفلوس يا اسطى، خد بس واعتبرهم عربون يا اخي، عربون الشغل اللي بيننا. وامر الله افتح ورشه ابويا وهتقفوا فيها. طب انا ينفع اطلب طلب بمناسبه الحديه دي؟ قول يا عم بكر. خلي الشريف معاك بس اديني التسجيل ابو بابين. كل